في الكرة الهاني سليمان، إنما نادي الزمالك عن طريق الأطراف مخترق وبينجح في الوصول لمرمى الاتحاد عن طريق شيكابالا يسارا ومصطفى فتحي وحازم إمام يمينا. وادي مرة أهو تانية شيكابالا عدى شيكابالا وخطيرة، مش ممكن يا جاية على اليسرى بتاعت مصطفى فتحي. يا راجل ده هي الشمال بتاعتك، هي الشمال بتاعت مصطفى فتحي. بصوا عدى شيكابالا، واقول لكم من اول المباراة باين جدا انه فايق وعمل الكرة عرضية نموذجية للخلف، اما كان يستقبلها باسم مرسي عدت. بصوا هو باسم مرسي الاول عدت منه ورجعت على طبق من ذهب لمصطفى فتحي ويقول له هات جول والشبكه مفتوحه تماما. حط الكوره عاليه فوق العارضه. ياه الزمالك افضل.